السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من المرشد الزراعي. موضوعنا النهاردة عن محصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة جدا اللي بتمثل أهمية اقتصادية كبيرة وبيدخل فيه كثير من الصناعات، كمان تغذية الإنسان والحيوان بتعتمد عليه بشكل كبير جدا، فهو جزء كبير جدا من حياتنا اليومية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. النهاردة بنتكلم عن محصول الذرة الشامية. الحقيقة أن هذا المحصول من المحاصيل الزراعية الهامة جدا اللي أخذ باع كبير في الفترة الماضية والحالية من اهتمام الدولة. عندنا اهتمام من قبل وزارة الزراعة، عندنا اهتمام من قبل المشاريع القومية، عندنا دعم دائم من القيادة السياسية في دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية اللي بنعتمد عليها بشكل كبير في حياتنا اليومية زي ما قلنا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. النهاردة هنتكلم عن الذرة الشامية، أهميته الاقتصادية، إزاي ننميه، والعمليات الزراعية كمان الأكثر صحة والأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها كثير من المزارعين، وطبعا استفساراتكم وأسئلتكم دايما بتدعمنا وبتحدد المحاور والأسئلة اللي احنا بنتكلم فيها في هذه الحلقة. خلوني أرحب بضيفي الكريم اللي منورني النهاردة، دكتور محمد عبد العزيز عبد النبي، باحث بقسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم، كل سنة حضرتك طيب. كل عام حضرتك طيب. الذرة الشامية من المحاصيل اللي يعني لا غنى عنها ابدا في الحياه اليوميه، صحيح ممكن ما نشوفهاش بشكل مباشر زي كثير من المحاصيل الاستراتيجيه، القمح والرز والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، لكن هي موجوده في حياتنا اليوميه. خلينا نبدا بقى على طول نتكلم عن الاهميه الاقتصاديه لمحصول الذره الشاميه. تمام. الذره الشاميه المحاصيل الاستراتيجيه زي ما حضرتك قلت، زي القمح زي الرز. طبعا هو اهميه الاستراتيجيه راجعه للمكونات، هو بيدخل كمكون رئيسي في إنتاج الأعلاف بالنسبة للثروة الحيوانية كالماشية والطيور والإنتاج السمكي، هو مكون رئيسي وعصب في إنتاج هذه الصناعات. وطبعا برضو بيدخل في صناعات تانية، برضو بيستخرج منه دقيق، نشا، زيت، جلوكوز. فيعني الأهمية بترجع لاستخدامه. الذرة طبعا مساحته في مصر حوالي 2.7 مليون فدان، طبعا دي مساحة كبيرة، حوالي 1.8 كانت ذرة بيضاء و 9 مليون ذرة صفراء. طبعا انتاجية متوسط انتاجية الفدان في جمهورية مصر العربية حوالي 23.5 أرداب الفدان. فيعني استخدامات الذرة وإقبال الفلاح عليها النتيجة هي دي اللي بتديها الأهمية الاستراتيجية في مستوى مصر وعلى مستوى الدول العالم. احنا في عصر جديد من الزراعة، واحنا بنتكلم كمان على زراعة او لما بنتكلم على محصول استراتيجي بيدخل فيه الكثير من الصناعات، احنا بنتكلم عن زراعة وصناعة في نفس الوقت. ازاي بيدخل محصول الذرة الشامية في المجالات او المصنعات بشكل عام؟ تمام. انا زي ما قلت لحضرتك هو عصب او مكون رئيسي في الاعلاف المركزة، طبعا دي اللي بيعتمد عليها التصنيع او الانتاج الحيواني كماشيه ودواجن والثروه السمكيه. برضو بتطلع منه صناعات تانية، نشا، كلوكوز، زيت، زيت الذره. في استخدامات تانية نبات الذره، يعني يمكن هو ده اللي متوفر او معروف عندنا في مصر، لكن بره في استخدامات طبعا بينتجوا منه غاز الميثان، في استخدامات لكل مكون من مكونات الذرة، يعني من اول النبات الاخضر للقلح، القلح حتى القلح لها استخدامات متعدده. يعني القلح بيطلع منه منتج بيستخدم في احاطه البقع بتاع البترول، اللي هي لما بيحصل بقع بترول من السفن في المحيطات او البحار بيطلع منه، بتدخل في صناعه متفجرات. ففي استخدامات كتيره، لكن طبعا احنا بالنسبه لنا في مصر هي المكون الرئيسي في العلف. احنا عندنا طبعا العلف وغلو سمنه، يمكن الذرة هي ما بيستهلك مباشرة من قبل الحيوان أو بيخش في العلف المركزة في صناعة العلف. طبعا ده أساس الثروة الحيوانية.
احنا طبعا المشاريع الجديده اللي احنا بنعيشها والمشروعات القوميه اللي بتعتمد على استصلاح الاراضي الجديده او حتى كمان تعديل الاراضي القديمه او الاراضي التقليديه، ده بيدينا امل ان احنا عندنا يعني نماء او عندنا طفره في محصول الذره الشاميه في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا محصول الذره يعني طبعا في ناس بتزرعه في الاراضي الجديده طبعا بظروف معينه، هو ما دام انت وفرت له ما يحتاجه من غذاء من مواد غذائيه من تسميد من ظروف مسله من ميه من كده هيدي محصول عالي طبعا، الا لو في مشكله في الارض كملوحه او كده، يمكن الذره حساس شويه لموضوع الملوحه ده، لكن غير كده هيجود في، بس احنا محتاجين بس ان احنا طبعا احنا الذره بننتج حوالي نص استهلاكنا، يعني احنا بنستورد تقريبا نص كميه الذره اللي بتستهلكها مصر، وطبعا دي كميه كبيره، احنا عشان يعني نقلل الفجوه دي محتاجين توسع افقي وتوسع راسي، توسع الراس ايه؟ ان انا ازود انتاجيه وحده المساحه، وتوسع الافقي بان انا ازود المساحه، احنا في مصر الحمد لله يعني نمتلك العديد من الهجن الفرديه والثلاثيه اللي بتنتجها مركز البحوث والشركات اللي زائد انتاجيه عاليه بالنسبه لوحده المساحه. يعني احنا بناخد ترتيب خامس او سادس على مستوى العالم في انتاجيه وحده المساحه من الاصناف المصريه. طبعا ده مجهود لمركز البحوث على مر السنين والشركات الخاصه. التوسع الافقي طبعا ده ان انا ازود المساحه، ويمكن عشان ازود المساحه لازم اشجع الفلاح ان هو يزرع الذره بحيث يبقى بالنسبه له مربح اقتصاديا وهيقبل عليه. يمكن الموضوع اللي احنا بنحاول يعني بنتكلم فيه حاليا ان احنا عايزين نعمل زراعه تعاقديه للذره، يعني اسوه هو احنا بدانا الحمد لله في الوزاره ان عملوا تعاقديه زراعه تعاقديه مع فلوس صويا وعباد الشمس، احنا بنسعى ان احنا نعمل زراعه تعاقديه للذره بحيث نزود المساحه ونقلل الفجوه بالنسبه للذره الشمسيه. طيب لو هنبدا من الاول بقى، اول ما عندنا في اي زراعه في الدنيا بنحدد مواعيد الزراعه. تمام. ايه المواعيد المناسبه لزراعه الذره الشاميه في مصر؟ طبعا ميعاد الزراعه مهم جدا، يعني بالنسبه للاراضي القديمه واراضي الوادي والدلتا افضل ميعاد زراعه في الذره الشاميه في شهر 5 شهر مايو. بالنسبة لمناطق توشكا وشرق الوينات وجنوب الوادي من نص 7 لنص 8 طبعا لاختلاف الظروف الجوية والحرارة وكلام، ممكن تبكر أو تأخر، لكن ممكن تبقى فيها نقطة، يعني في ناس ممكن تتأخر شوية عن 5 تزرع في أول 6 نتيجة مثلا قمح تأخر عنده، كان عامل برسيم تأخر البرسيم الرباية مثلا أو كده، يعني بنحاول ان احنا نزرع في شهر 5 ده الميعاد الامثل بالنسبه للذره. في تاخير هيبقى في عمليات، يعني ممكن المحصول يقل شويه كده يعني. طيب طبعا احنا يعني المحاصيل الزراعيه او يعني بعض المحاصيل الحساسه شويه تاثرت بشكل كبير السنه دي، وده نتيجه للتغيرات المناخيه المفاجئه وارتفاع درجه الحراره وزياده الرطوبه وكذا وكذا وكذا. تمام. هل ده بيأثر بشكل او باخر على محصول الذره الشاميه، وهل محصول الذره الشاميه اصلا من المحاصيل الحساسه اللي بتتاثر بسرعه؟ والله محصول الذره الشاميه يمكن الفترة الحرجة اللي بتأثر فيه الحرارة بالذات فترة التزهير. هو نبات بيظهر بعد حوالي شهرين من الزراعة، عشان كده أنا بقول ازرع في شهر 5 أو نص التاني من 4، ما تحاولش تزرع في 6 أو آخر 6، لأن آخر 6 هيظهر معاك هيظهر في شهر 8، وإحنا شهر 8 يعني شايفين موجات حر. موجات الحر دي لو جت وقت التزهير طبعا بتأثر على التلقيح وبتأثر على رص الحبوب على الكيزان، فميعاد الزراعه الامثل ده بالنسبه للذره افضل شيء ان انت تتفادى التاثير ده. لكن لو حصل وخلاص وانت جت زرعت متاخر والتزهير مع موجات الحر، بنوصي انه يقلل فترات الري او يقربها. طبعا ما تبقاش ري زياده ما يغرقش على الحامي، ويقربها بحيث انها يعني تقاوم الاجهاد الحراري اللي بيحصل في الوقت ده. طيب
الأخطاء الشائعة، يمكن لما اتكلمنا عن ارتفاع درجات الحرارة اتكلمنا كتير جدا عن انه الموضوع جه بشكل مفاجئ، وانه في ناس كتير ما كانش عندها خلفية ازاي تتعامل، ازاي تبدأ، ازاي تلحق الموضوع، العلامات اللي تقول ان احنا في خطر وكذا. فايه الأخطاء الشائعة اللي توصي بيها مزارعينا في ظل هذه الأجواء، واحنا بقى بنتكلم عن موسم جديد دلوقتي، احنا في شهر 8 خلاص، تمام. يعني داخلين كمان على شهر 9، فاذا احنا بنتكلم على الموسم القادم واللي متوقع حتى من خبراء هيئة الأرصاد وخبراء المناخ وكذا انه مش هيبقى مختلف كتير عن السنة دي. هيعملوا ايه بقى السنة الجاية ويبدأوا ازاي؟ احنا كنا الاول بنوصي بعد زراعة من نص 5 نص 6، ولما حصلت التغيرات الظروف الجوية في المناخ وصينا انه يبقى يعني نص 4 تاني او خلال شهر 5. يعني اول حاجة ميعاد الزراعة، ميعاد الزراعة يكون بحيث تتفادى الموجة دي. في بقى اثناء عمليات الخدمه من اول الزراعه لحد الحصاد، في بعض العمليات طبعا بتتم قد يقع فيها الفلاح، بنقابلها اثناء مرورنا في الحقول في الحمله القوميه او في التعامل مع الفلاحين. طبعا انا اول حاجه لازم اجيب تقاوي من مصدر موثوق منه. كذا مشكله قابلتنا ان في تقاوي سين ما نبتتش. طب جبتها منين؟ انا جبتها من تاجر كانت في شقاره مش ملهاش مصدر. فطبعا ده اكيد احنا مش عارفين مصدرها ايه، متعبت فين ولا لا. فانا بقول له دايما عايز تجيب تقاوي هات تقاوي. عندك مركز البحوث الزراعيه، احنا قسم الذره عندنا 6 محطات، يعني عندنا في الاسماعيليه، في كفر الشيخ، غربيه، نوباريه، بني سويف، المنيا، في الجمعيات الزراعيه. طبعا الجمعيات الزراعيه دي تغطي الجمهورية كلها، أجيب منها التقاوي سواء التقاوي بتاعة البحوث أو شركات الأف الجمعية. فأنا بجيب دي أول خطوة، أنا أجيب مصدر. طبعا تاني حاجة قلنا ميعاد الزراعة، احنا قلنا العمليات الزراعية بقى اللي بتتم بداية أن أنا بجهز الأرض اللي هو مهد البذرة، أن أنا بحرت الأرض، بحرتها حرتتين متعمدتين عشان أجهز. ببدأ أزحف بحيث لو في قلاقيل ولا حاجة ببدأ أساوي الأرض، وابدأ عملية التخطيط بحيث تبقى المسافة ما بين الخطوط حوالي 70-80 سنتي. وبحط انا عندي 3 انواع سماد في الذرة بحطهم، السماد البوتاسي والفوسفاتي والنيتروجين. اثناء اعداد الارض بحط الفوسفاتي والبوتاسي، بحط شكارة سلفات بوتاسيوم، وبحط سوبر فوسفات لو احادي بحط 4 شكاير للفدان، لو ثلاثي بحط شكارتين. دول اثناء عمليه الحرت او الخدمه بتاعه الارض. بعد كده بخش على الزراعه. طبعا انا بزرع على جور، بزرع على مسافات 25 سنتي او 20 سنتي. طبعا لو انا بزرع بعد قمح، القمح زي نفس العيلة بتاع النجيلية بتاع الذره، بيبقى مستنفذ او موجد للتربة، بيحتاج نيتروجين كتير. فالسماد بالنيتروجين بتاعي ممكن احط، انا بحط للفدان لو بحط يوريا بحط حوالي 5 شكاية، لو النطرات بيبقوا 7 شكاية. الخمس شكاية لو انا زرع بعد قمح بقسمه على 3 دفعات، دفعة عند الزراعة، دفعة قبل راية المحياة، ودفعة قبل الراية التانية. لو زرع بعد برسيم او نبات بقولي بحطهم على دفعتين، دفعة قبل الرايات المحياة ودفعة قبل الرايات اللي بعدها. أنا خلصت كده من موضوع الزراعة. باجي بعد كده في عملية، طبعا بزرع حبيتين على جورة على جور 25 سنتي. باجي في لو في عندي مشكلة حشائش برضو، ممكن بعد ما ازرع على طول ارش مبيد حشائش، ما استناش لما حشائش تطلع. أنا عندي دلوقتي في مبيدات بتموت بذرة الحشيش وهي في الأرض، في كذا مبيد برش الارض بعد ما بزرع وقبل ما اروي برش بالرشاشه. بس طبعا اهم حاجه ان انا ما ادوسش مكان الرش بتاعي، لان مكان ما ادوس برجلي لو انا رشيتها هتطلع الحشيشه، لان هو بيعمل زي فليم او غطا كده على سطح التربه، ومع الميه بتنزله تحت بيموت البذره بتاع الحشيشه. انا تمام زرعت، باجي بعد كده بروي رايه المحياه على حوالي 20 يوم. باجي عند رايه المحياه بحط الدفعه اللي هي بتاع السماد اليوريا او الازوتي بتاعي. ممكن ارش على 15 يوم او رشه وقائيه للثقبات، دي قافه الهامه او الرئيسيه اللي بتسيب الذره.
باجي بعد كده بخش على الدفعة التانية للسماد الأزوتي. يمكن في التسميد في نقطة قابلتني مع كذا مزارع ودي خطأ شائع برضو في بالنسبة للتسميد، ان هو بيخلي كمية من السماد يحطها لما النبات يظهر وبيقولوا عليها بيشرب، ان هو بيطلع الكوز وبيظهر. طبعا ده خطأ شائع، مفيش يوريا او مفيش أسمدة تتحط للذرة بعد 40 يوم. اي سماد انت بتضيفه ساعه التزهير لا يفيد الذره بشيء، بل بالعكس ممكن يضره، لان هو السماد اليوريا او السماد الازوتي بيشجع نمو خضري. انت دخلت مرحله التزهير خلاص المفروض النمو الخضري وقف، وهتبدا المواد الغذائيه اللي في النبات هتنتقل للكوز. انت كده بتخلي الخضر يستمر والكوز والمحصول بالعكس هيقل مش هيزيد. طيب خلينا ناخد اتصال من استاذ صبحي من الدقهليه. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنك بس عايز اسال الاستاذ، انا زارع ارض ذره. تحت امرك اتفضل. شاميه الصفرة. تحت امرك اتفضل. في الاونه الاخيره بدا العود، بعد ما بدا الكزام ظهرت بدا يموت. اسم الصنف. مسكت العود وقالوا لي في دوده من الداخل، ما لقيتش في حاجه. الصنف اللي انت زارعه ايه؟ لحظه بس بعد اذنك. هقول لك اسمه بيورا 168. انت زرع امتى حضرتك؟ امتى؟ طيب انا زرع بالظبط 28 5. عاوز ايه السبب؟ ممكن ده فطر. طيب في الارض حضرتك عايز تساله اي سؤال تاني؟ النسبه قد ايه في الارض يعني؟ الايه؟ نعم نسبه النباتات. النسبه حوالي ممكن نقول 1% او اقل. النبات حتى. النبات الورق من تحت كده بيصفر ولا النبات لا بيصفر وبيموت؟ نبدا من تحت لفوق. النسبه قد ايه؟ معلش انا النسبه قد ايه؟ النسبه قد ايه حاج صبحي؟ النسبه نص في المية. نص في المية مش كتير يعني، ممكن نقول 50 عود في الارض كلها هي فدان. لا حاجه بسيطه يعني. تمام طيب بشكرك حاج صبحي. حاضر هرد عليك. شكرا جزيلا. يعمل ايه؟ تمام. هو طبعا هو ده هو زرع ذره صفراء، يعني الذره الصفراء بنفضل ان احنا نزرعها بدري عن كده، لكن هو دي ما فيهاش هو يتخلص من النباتات دي نباتات هي نسبتها طبعا بسيطه في الارض. ممكن تكون المكان اللي بيحصل فيه ده بتغرق شويه او حاجه، ساعد عمل على اختناق جذور، عمل على كده، ساعد في مسببات فطريه في الارض زي الذبول المتاخر والشلل، عملت على ايه؟ اصابه النبات. فالنسبه دي طبعا هو يتخلص من النبات ده، ما يغذيش عليه الحيوان عشان ما ينتقلش المرض عن طريق الروز بتاع الحيوان بعد كده ويجي الارض تاني في شكل زباخ. يتخلص من النباتات دي، بيحرقها بره الارض، وهي نسبه بسيطه يعني مش مقلقه يعني. طيب لما هنتكلم بقى في الاصناف، اختيار الصنف مهم جدا. وعلى اي اساس يتم اختيار صنف الذره الشاميه؟ تمام. هو طبعا احنا قلنا الصنف لازم يكون مصدر موثوق منه. احنا عندنا في الذره في هجن. زي ايه المصادر الموثوق منه؟ احنا مراكز البحوث مركز بحوث زراعيه بمحطاته متلف يعني مغطيين حوالي يعني بحري. عندنا نوبارية وعندنا كفر الشيخ وغربية وعندنا اسماعيلية وعندنا الجيزة وعندنا بني سويف وعندنا المنيا او الجمعيات الزراعية. طبعا الجمعيات الزراعية موجودة على مستوى الجمهورية في كل مكان، في كل قرية في جمعية زراعية هيلاقي فيها التهاوي طبعا، ويحتفظ بالشكارة برضو. يعني انا زرعت ما اخدش شكارة ليه؟ لا قدر الله حصل مشكلة في الانبات عندي او حاجة، اقدر اطالب بحق ليا ان انا اخدت منكم الشكارة اهي وما حصل مشكلة في الانبات. طبعا في احنا عندنا بيجي لنا ناس بيقولوا والله انا ظروف ارضي 1 2 3، ارض جديدة، ارض قديمة، ارض فيها مشكلة كذا، طب ازرع ايه؟ احنا عندنا نوعين من الهجن في الذرة الشامي، في هجن فردية وهجن ثلاثية. الهجن الفرديه بالنسبه لو متوفر ظروف مثلى، ارض كويسه وجو كويس وكده، الهجن الفرديه اللي بوصي بيها، لان الهجن الفرديه بتبقى اعلى كمحصول. الهجن الفرديه فيها ابيض واصفر، يعني عندنا في مركز في عجين فرد 10 128 132 في الذره البيضاء، في 168 في بالنسبه للذره الصفراء 178 و180 و173. لو في جه قال لي لا ده الارض عندي جديده،
اول مره ازرعها، والله طب انا ازرع متاخر شويه بقى كده، فبديله بوصيب الهجين الثلاثي، لان الهجين الثلاثي تركيبه الوراثي اعرض من الهجين الفردي. الهجين الفردي داخل فيه سلالتين، الثلاثي هجين فردي مع سلاله يعني داخل فيه ثلاث سلالات، فكتركيبه وراثي يتحمل الظروف عن الفردي المعاكسه، سواء ظروف بيئيه او ظروف ارض او بس. فهي ده بخصوص. طيب خلينا ناخد استاذ محمد من الجيزه. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه بركة الله. لو سمحت يا فندم، احنا هنا للدكتور متابعينه من اول الحلقه. احنا هنا ايه؟ متابعين الدكتور من اول الحلقه. تمام. فاحنا عاوزين يشرح ازاي يتم التعامل مع دوده الحاجز اللي هي في الذره حاليا. حاضر ماشي. ويصنف لنا ايه الزراعه اللي تنفع، يعني فيها ايتك، في بيونير، فيها اوجريسيد، فيها يعني الاصناف دي. في اصناف في المركز البحوثي يقول لي مثلا ايه الصنف، مش عادي عشان برضه نجيب الصنف اللي ينفع. تمام. من انما هو لحد دلوقتي ما سماش اسمه، وقال لك هجين فردي وهجين ثلاثي. يفضل لي الهجين الثلاثي اللي هو هشك انا في 8 حاليا، عنده ذره هشكها بعد 10 ايام. وبتجيب كل سنه دوره احلى دوره. اشك هجين ثلاثي ولا هجين فردي؟ انت حضرتك تاخد سلاج ولا تاخد محصول حبوب في المياه؟ لا ما باخدش سلاج، بفرطها واعملها للدباش. حضرتك مركز ايه في الجيزه؟ فين في الجيزه حضرتك؟ فين في الجيزه يا استاذ محمد؟ أطفيح، مركز أطفيح، محافظه الجيزه. تمام. أطفيح. طيب حاضر، هرد عليك. بشكرك استاذ محمد من الجيزه. معانا كمان استاذ علي من الجيزه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل. دكتور لو سمحت، انا زرع ذره شامي وطنيه. الزراعه دي 13 يعني العلوه الاخيره اللي هو 10 سنه. طب بالنسبه للاستماد ده تكميل ازاي؟ حاضر. في نقطه انا اكلم بس الاستاذ امرني. احنا تبع جمعيه الصف للصحه الاراضي وما خدناش كيماوي الصيف ده خالص، ولا حبيت كيماوي. هي مشكلتها ان احنا خلصنا الكيماوي اللي عندنا، مش عايزين نعمله في الارض. فين في الجيزه؟ الصف. الصف. طيب حاضر. بشكرك. حاضر حاضر بشكرك. ما خدناش ولا حبة، يعني خدنا الشتاء 50% والصيف ما خدناش، ما صرفناش ولا صدار. حاضر، هرد عليك اقول لك تعمل ايه. بشكرك استاذ علي، شكرا جزيلا. نرجع لاستاذ محمد اللي كان بيتكلم عن دوده الحشد وازاي يختار الاصناف واي هجين. تمام. احنا بالنسبه للاصناف يعني اللي هو بنوصي بيها حاليا، في قبل لو ده يزرع ذره بيضاء، في صنف عندي 321 بتاع بحوث. بالنسبه لو هو عايز ذره صفراء في 352. ده ثلاثي برضه، هجوم ثلاثيه دي هتجود معاه. بالنسبه لدوت الحشد، دوت الحشد يعني اعتقد تاثيرها في الجيزه ضعيف من لسه، يعني احنا عاملين تجارب عليه حاليا في وجه ابلي بحيث نشوف ايه المعاملات الزراعيه المثلى بالنسبه ليه. لكن هو طبعا هو في حاجات يقدر يعملها، عمليات معينه يقدر يعملها بحيث يقلل الاصابه من ضد الحشد. في حاجه اسمها المصايد، مصايد ضوئيه او مسات فرمونيه، هيجيب جيركن بتاع زيت ده ويفتحه من قلبيه كده. لو في مصدر تيار كهربي هيحط فيه لندا بحيث اللندا دي تبقى في وجه الفتحه بتاع الجيركن ده، وقعر الجيركن هيحط فيه ميه او مبيد. دي اسمها مصيده ضوئيه. ممكن استغنى عن الضوء بفرمون بيتجاب من معهد بحوث وكالة نبات، بحط الفرمون ده برضو في الجيركن ده، او سواء المصيدة الضوئية او الفرمون بيجذب الحشرات بتاعت دوت الحشد. بينزل في المبيد بيموت، يبدأ يتخلص من الكمية اللي بتموت، ويقلل عنده اعداد الحشرات في الإصابة. في برضو ممكن يعمل حط جاز في التربة مثلا برضو عشان يقتل مع الري، يعني على اول الري كده ينقط نقط كده مع الري بحيث يقتل اي طور للحشره موجود في التربه، سواء عذاره سواء يرقات او كده. بالاضافه انه بقى يرش طبعا موجودات في ميسوميل 90، يعني يقدر يرشه بحيث برضه هيكافح مع الاصابه يعني. جميل. طيب خلينا ناخد الاول الاستاذ حامد من الدقهليه. اهلا بيك يا استاذ حامد.
ازاي حضرتك وازاي ضيفك الكريم؟ الحمد لله تحت امرك، اتفضل. مساء الحمد يا فندم. والله يا فندم حضرتك انا بس عاوز اسال الدكتور محمد تحت بالنسبه لانواع الذره، حضرتك احنا من اجود ارض المنصوره، فحضرتك مش متوفر عندنا هنا حاجه في وزاره الزراعه، بنسمع بس كلام في الاعلام. فين اللي موجود عندنا؟ انا حضرتك اللي هو البايونير ال 84 واللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الكاف 80. فحضرتك بنيجي يعني ارض جميله جدا، ونيجي حضرتك حتى بالنسبه للقمح الايجاسيد والكلام ده ما بنعرفش نتحصل على التقاوي دي. فليه يا ترى يعني ما بوفرهاش؟ يعني انا من بندر المنصوره نفسها. يعني انا من بندر المنصوره، كل ما نروح حضرتك يقول لك روح الشركات الاهليه الشركات الخارجيه الكلام ده، وبنيجي ما فيش الانتاجيه وما فيش الكلام ده حضرتك. يعني احسن فدان عندنا يدي 15 ارتاب 16 ارتاب. انت مركز ايه؟ طيب يا ريت يا ريت يوفروا لنا الكلام ده. طيب انت مركز ايه؟ انا مركز طلخه حضرتك، بقول لك انا بندر المنصوره مركز طلخه نفسه. حاضر ماشي، بشكرك شكرا جزيلا. طيب استاذ طارق من القليوبيه، اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، تحت امرك، اتفضل. والله انا كنت على الاستاذ بيقول التمليح للذره سماد الذره قبل ما يطرح ده غلط عليه. المفروض ان هو يتملح مره واحده. مش مرة واحدة. طب كنت انا عايز افهم دلوقتي، طب الذرة اقدر دلوقتي اديله كمان مية ولا اسيبه على كده؟ بس هو ما قالش ان هو مرة واحدة، طب ممكن حضرتك تصحح له المعلومة؟ طيب هو السماد اليوريا او الازوتي بيضاف على دفعتين. دفعة قبل رواية المحياة ودفعة قبل الرواية الثانية. يعني مثلا انت بتحط خمس شكار للفدان بتقسمهم شكارتين ونص قبل المحياة وشكارتين ونص قبل التاني. يعني قبل ما يطرح ما حطلوش بعد 40 يوم من الزراعة ما تحطش اي بعد سماد. يعني حطوله على مرتين وبعد 40 يوم ما حطلوش ملح ولا ما تحطلوش اي حاجة. اي حاجة تضيفها يبقى انت بترمي فلوس في الارض، مش طب ممكن. طب بالنسبة للمية دلوقتي هو العقود نشف من جوه. تمام. الحبايه نشفت، اديله ميه تاني ولا عمر قد ايه؟ عمر قد ايه؟ هو دلوقتي بقى له حوالي اربع شهور. طيب هو انت اربع شهور ده انت المفروض تحصد، يعني انت ايه؟ انت كده اغلفت الكوز نشفت عندك؟ الغلافه من بره بس هي خضره من بره. طب اخر رايه كان من امتى؟ اخر رايه من حوالي اسبوع. انت كده اربع شهور، انت هو الذره عمره من 100 ل 110، يعني انت كده تمام. يعني انت ممكن بالظبط مش اربع شهور بالظبط. هو عموما انت تروي بس انت اهم حاجه تمنع الري قبل ما تحصد بحوالي ثلاث اسابيع. يعني انت لو هتحصد بعد اسبوعين خلاص ما ترويش تاني. لكن هي دلوقتي الورقه ابتدت تنشف من تحت كده وابتدى لون يعني يفر شويه. ما هو خلاص انت داخل على مدنه. طب وبالنسبه للنمل اللي في الذره ده بيأثر عليه؟ هو المن يأثر لو في مرحله يعني انت لسه الكوز بيتكون. لا هو خلاص الكوز اتكون ونشف. طب خلاص يعني نسبه كبيره من ممكن جايه على الشوش. وبالنسبه للعويده بتاع الذره او التوريق بتاع الذره ده بيأثر عليه؟ طبعا. طبعا احنا 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 على طول بنناشد مفيش ممنوع التوريق او التطويش. ده بيأثر على الذرة على المحصول. يعني طول ما هو العويلة موجودة شغالة في الذرة. يعني انت ممكن يعني تستبدل التوريق والتطويش بان انت تزرع لك إيراد جراوة او تزرع حاجة. ايوه مظبوط مظبوط. لكن بالنسبة للزراعة اللي بعد الذرة الأفضل يعني الواحد يعمل برسيم ولا ولا أنا عايز أعمل خط بعد الذرة يبقى أفضل؟ والله على حسب انت احتياجاتك. هو البرسيم طبعا مفيد للتربه، يعني انا لما بزرع برسيم لما بزرع ذره بعد برسيم او كده مفيد للتربه طبعا. مفيد للتربه، يعني برسيم بقولي او البرسيم الفول اي العائله البقوليه كلها مفيده للتربه، فده حاجه كويسه يعني. شكرا جدا يا دكتور. شكرا استاذ طارق من الايوبيه. خلينا ناخد كمان استاذ جرجس من بني سويف. الو يا فندم، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عاوز اسال الدكتور على نوع التجوي دي، احنا بنجيب مفيش الا بايونير وهايتك والكلام ده كله ما بيجيبش نتائج حلوه. جبته منين؟ من دكاكين.
طيب انا يعني هنرد عليك المصادر اللي تجيب منها التقاوي مره تانية، احنا قلناها في الاول بس هرد عليك مره تانية. التقاوي النظيفه اللي بتجيب الكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي. حاضر، عناية، بشكرك أستاذ جرجس من بني سويف، شكرا جزيلا. خلينا بقى نرجع نرد على الأول أستاذ علي اللي كان بيسأل على التسميد وكان بيقول أنه ما عندهمش كيماوي. خلينا الأول في التسميد، التسميد العمليات اللي هو مش عايز فيه أخطاء مش عايز يقع فيها. احنا قلنا التسميد طبعا الفوسفاتي والبوتاسي بيتحط أثناء الخدمة أثناء الحرد. بالنسبه للسماد الازوتي قلنا بيتحط على دفعتين، دفعه قبل رايه المحايه وقبل الرايه الثانيه اللي بعدها، الا لو مزروع بعد قمح بخليهم ثلاث دفعات، جرعه تنشيطيه اثناء الزراعه ودفعتين قبل المحايه وقبل الرايه الثانيه. ما احطش سماد ازوتي وقت التزهير او بعد النبات ما طلع شرابه، لان ده مش هيفيد، ممكن يضر من خلال نبادات غض واكثر اصابه للحشرات. ده بالنسبه للتسميد. طيب بالنسبه لايه النقطه الثانيه حضرتك؟ ان هو مش لاقيه كيماوي، هو في الصف. والله مساله الكيماوي انا ما يعني طبعا هي خاصه بالجمعيات الزراعيه مش خاصه بينا، لكن انا ما اعرفش هل يعني السنه دي او الفتره اللي احنا فيها تقريبا كان في كارت الفلاح او كده بيتطبق، فممكن يكون ناس كانت بتصرف بطايق بتاع ناس متوفية أو كده، فدي اللي عملت يمكن إن ناس كتير في ضبط المنظومة يعني. لكن هي الأمور دي خلاص يعني يعتبر مجرد ما كارت الفلاح الناس استلمته هيتطبق، كل الأمور دي هتتحل على يبقى في توزيع عادي يعني. إن شاء الله بعد استخدام كارت الفلاح وتداوله بين الفلاحين يكون عندنا استخدام وتوزيع عادل بأمر الله في الكيماوي وفي كل مستلزمات الإنتاج الزراعي. هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية نرد على باقي الاستفسارات اللي كانت معانا قبل الفاصل، ولسه مكملين معاكم في المرشد الزراعي. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم المرشد الزراعي وبنتكلم عن الذره الشاميه، ولسه مكمل معانا ضيفنا الكريم دكتور محمد عبد العزيز باحث بقسم بحوث الذره الشاميه بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه. قبل الفاصل كان معانا عده استفسارات جاوبنا على بعضها، وكان معانا استفسارين لسه ما جاوبناش عليهم. اول استفسار معانا كان لاستاذ جرجس من بني سويف، كان بيسال عن التقاوي ويجيب منين التقاوي الموثوق فيها من بني سويف. تمام، احنا في بني سويف عندنا محطة بحثية تبع القسم في سيتس مركز بيبا، يقدر يحصل فيها على التقاوي بتاعت مركز البحوث. يعني ده بالإضافة في الجامعات الزراعية تبع الإرشاد الزراعي، فهو لو ممكن قريب من مركز بيبا أو قريب من سيتس هيروح المركز عندنا، يروح محطة قسم أو قسم بحوث الذرة في محطة سيتس هيجيب التقاوي اللي انا قلت عليها الموثوقه بتاعت مركز البحوث، او يسال عليها في الجمعيات الزراعيه. جميل، وكان معانا طبعا استاذ حامد، بس عشان يعني ما تقولش ان احنا نسيناك، بس احنا جاوبنا على السؤال بتاع الكارت الفلاح قبل الفاصل وقلنا ان هو هيبقى ان شاء الله في توزيع عادل في كل مستلزمات الانتاج الزراعي بشكل عام، سواء كيماوي او سماد او اي من مستلزمات الانتاج الزراعي بشكل عام. طبعا احنا اتكلمنا في الاخطاء الشائعه، اتكلمنا في العمليات اللي اشهرها التسميد، لكن عندنا كمان عمليه مهمه جدا وهي الري. تمام، ازاي بتتم عمليه الري مع الذره الشاميه، خصوصا بان احنا دلوقتي في مرحله ترشيد المياه بالشكل الامثل، وقبل ده هل الذره الشاميه بتستهلك كميه مياه كبيره ولا لا؟ بالنسبه للذره، الذره بيحب ان انا يعني غير محب لزياده المياه، يعني الذره طبعا مش زي الرز، الرز بيستهلك كميات كبيره. الذره الرايه الوحيده اللي انا اقدر اغرق فيها هي رايه الزراعه، لان بتبقى الارض لسه شرائي وكده، فانا ممكن، لكن اي رايه للذره بقول بتبقى على الحامي ان انا ما اغرقش. الذره غير محبه لزياده المياه. او الرايه اللي هي رايه محايه بتبقى حوالي بعد 20 يوم من الزراعه. بعد كده بروي كل من 10 ل 12 يوم
على حسب درجات الحرارة والجو وعلى حسب التربة. وقبل الحصاد بحوالي 3 أسابيع بمنع الري نهائي عشان الرطوبة ما تبقاش زيادة في الحبة وتعفن. عندنا برضو احنا حاليا بدأنا في مع بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في قسم بحوث الذرة الشامية برنامج نشر برنامج ترشيد المياه في الذرة الشامية. بنستخدم تقنية ان احنا الارض طبعا هي بتبقى متخططة خطوط في الذرة، ان انا بروي خط وبقفل خط. يعني المية بروي خط ذرة وخط التاني بيتقفل ما بينزلوش مية. بعد العزقة التانية بقفل خط واسيب خط، دي طبعا بيوفر معايا مية نص الكمية او نص المساحة بتتروي. دي بتزود معايا المحصول. طب بتزود معايا المحصول ازاي؟ اولا انا الذرة مش محب المية زيادة، فبالتالي مش هياخد مية زيادة، مش هيرقد مني، مش هحصل عفان جذور. هوفر طبعا المكان بتاع الري بالمواد المستخدمه فيه من مواد بتروليه او بتقل. فدي احنا بدانا فيها مع بالتعاون مع اكاديميه البحث العلمي، وان شاء الله عاملين حقول على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. يعني التقنيه دي هتوفر ميه بالنسبه للذره وهتزود المحصول بامر الله ان شاء الله. طيب خلينا ناخد استاذ خالد من اسوان. يا استاذ خالد اهلا بيك. تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اسمعني من اسمعني من التليفون. معلش اسمعني الاول من التليفون بس. يا باشمهندس انا زارع ذرة. طيب قبل ما نبدا معلش حاول اسمعني بس من التليفون ووطي التلفزيون. ماشي يا باشمهندس. اتفضل. ممكن اكلم باشمهندس؟ تحت امرك. اتفضل. الله يبارك فيكي. انا زارع محصول ذرة. تمام. والذره ده فيها دوده بتاكل البوصه من فوق. فجبت له علاج من عندنا هنا من مرشد زراعي وما فادش فيه، يعني قاعد زي ما هو برضه. عاوز اعرف ايه العلاج. انت جايب مبيد منين؟ جايب المبيد منين؟ انا محل عندنا واحد بيبيع مبيدات هناك. طيب هو يعني اداك المبيد عارف الحشر او شخصها لك ولا على؟ لا على الوصفه بتاعتي انا اللي قلتها له. انت بتقول بتاكل الـ 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 الورق من فوق ولا القلب من جوه؟ هي عمرها قد ايه الذره؟ يعني عمرها بتاع 40 يوم كده. هي 40 يوم. تمام تمام بشكرك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا. يمكن دي الاصابه انا الثقبات ضد القصب الكبيره، دي الافه الرئيسيه اللي بتصيب الذره. هو طبعا هو يجيب مبيد، يا ريت لو برضه جابه من جمعيه زراعيه. الثقبات انا قلت ان احنا على عمر 15 يوم برش رشه وقائيه ليها، برش مبيد لانت باستبان، اي مبيد حشري حسب توصيات وزاره الزراعه. اهم حاجه في ضد القصب الكبيره، ودي يمكن برضه خطا بيقع في بعض الفلاحين، ان هو ممكن يرشها زي زيت ورق القطن، ان انا ما عندي موتور رش وامسك امشي رش كده في الارض. لا، دوت القصب الكبيره محتاجه رش في البلعوم، لان هي اليرقه بتاعتها في قلب النبات، فبتبقى بستخدم رشاشه الظهر وامشي نبات نبات بالبشبوري، يبقى البشبوري في قلب النبات، اعمل بلعمه بيسموها بلعمه، ان المبيد ينزل في قلب النبات. لكن لو رشيت كده بالرشاش يعني بدون بلعمه مش هيأثر عليها، لان الدوده في قلب النبات بس. يعني هي دي المكافحه ليها يعني. جميل. طيب لو بنتكلم على الاراضي الجديده واستصلاح الاراضي الجديده، عندنا محصول من المحاصيل اللي دايما بنسعى للتوسعه في زراعته بشكل كبير، اذا كيف تتناسب الاراضي الجديده مع التوسعه في زراعه محصول الذره الشاميه؟ تمام. احنا الذرة بيزرع، يعني احنا تقريبا بيزرع في مدى واسع ونطاق واسع من درجات الحرارة والتربة وكده. طبعا يمكن هي النقطة الوحيدة اللي تعوقني في الذرة الملوحة. لو في نسبة ملوحة عالية في المية او في التربة ما بنصحش بزراعة الذرة نهائي، لانه مش هيديله محصول. لكن في ارض جديدة، اللي هي الارض الجديدة، هو ان الذرة محتاج مستلزمات ليه، سواء غذاء سواء ضوء سواء مية. أنا وفرت له الحاجات دي هيديني المحصول اللي أنا عايزه. أوفر له طبعا السماد بتاعه اللي هياخده. طبعا الأراضي الرملية الجديدة بتبقى فقيرة في العناصر الغذائية،
فانا بدل ما اوصي مثلا بخمس شكاير او يوريا او سبع نطرات، لا بخليهم سبع يوريا او تسع نطرات. برضو يعني بحس ان هي ما فيهاش عناصر تقريبا غير الاراضي القديمه. لكن الذره في الاراضي الجديده بتمشي تمام وممتازه وما فيهاش اي مشاكل، يعني زي الرسول ما دام ما فيش ملوحه خلاص ما فيش مشكله. اعداد التربه وتاكد من عدم ملوحه التربه او النسبه المطلوبه او النسبه المظبوطه، هنتاكد منه ازاي؟ هو المفروض انا راجل خدت ارض جديده المفروض بعمل تحليل لها. يعني في عندنا معهد بحوث اراضي المياه بروح له في مركز البحوث واقول لهم والله انا قدامي ارض مثلا، حتى ممكن قبل ما يشتريها يعني انا قدامي ارض في مكان فلاني وعايز اعمل تحليل للتربه وللميه. هيقولوا له ازاي ياخد العينات بتاعت التربه وبتاعت الميه وهياخدها وهيجي المعمل في معهد الاراضي هيحللوها ويقولوا الارض عندك 1 2 3 فيها ملوحه فيها عناصر زياده فيها فيها فيها، هيبقى وطبعا يقعد معانا نقول له يزرع ايه؟ ايه المحصول اللي يمشي في الظروف بتاعت التربه دي. جميل. طيب استاذ ايهاب من المنوفيه. يا استاذ ايهاب اهلا بيك. يا استاذ ايهاب اسمعني من التليفون بعد اذنك ووطي التلفزيون. تمام؟ طيب حاول تتصل بينا مره تانية، ويعني انا بستاذنكم جميعا علشان نقدر نتواصل مع بعض ونستفيد بالوقت بقدر الامكان، يعني يا ريت دايما نتواصل مع بعض تليفونيا والرد يعني انت تسمعه تليفونيا بشكل افضل. رجع معانا مره تانية استاذ ايهاب من المنوفيه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. تحت امرك، اتفضل. حضرتك عايزين نستفسر نسبه الملوحه عندنا في الارض عاليه. انا واخد ارض نسبه الملوحه او الصرف الارضي فيها مقفول بنسبه بسيطه. فين؟ في المنوفيه. في المركز البابوه. حضرتك عايز اسال الباشمهندس ايه الحل، ان هو بتيجي بزرعه الذره هو بتطلع خضار حلو. يعني الخضار في الارض دي حلو، انما بالنسبه للذره الارض بتطلع الملوحه اللي فيها. يعني عندنا الري غمر، مش ما فيش تنقيط، هي بتطلع الخضر كويس جدا. بس الذره بتظهر الملوحه اللي فيها جدا. يعني بتظهر اكنها حضرتك رشه بشكاير ملح على وش الارض. احنا عايزين حل الموضوع ده. حاضر، بشكرك استاذ ايهاب من المنوفيه. استاذ عبد المعطي من سوهاج. يا استاذ عبد المعطي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ممكن اسال الباشمهندس؟ طبعا طبعا تحت امرك، اتفضل. بالنسبه لمحصول الذره حضرتك ماله؟ بالنسبه للري هو بيحتاج ريات. طيب هو انا كده فهمت هو عايز يسال عن الري. بشكرك استاذ عبد المعطي من سوهاج، احنا اتكلمنا عن الري بس طيب. هرجع اديلك عنها نبذه بسيطه على استفسارك. نرجع لاستاذ ايهاب من المنوفيه اللي بيتكلم عن نسبه الملوحه العاليه جدا في الارض، هو بيزرع الخضر بتبقى تمام، يجي يزرع طبعا الذره الشاميه بيبقى عنده مشكله كبيره جدا. انا زي ما قلنا ان الذره حساس للملوحه، يعني زي ما بقول اي ارض فيها ملوحه بلاش يزرع ذره شاميه. ممكن يزرع خضار، ممكن يزرع بنجر، ممكن يزرع محاصيل ثانيه عشان هو يقلل نسبة الملوحة. هو طبعا لازم ان يحسن الصرف، يعني واضح ان عنده الصرف سيء، هو ذكر ان الصرف عنده سيء فلازم ان يحسن الصرف عنده، لان محسن الصرف مع عملية الري بالغمر الملوحة هتقل مع الوقت لانها هتتغسل التربة وهتحسن، لكن بدون تحسين الصرف عنده المشكلة هتفضل موجودة للأسف. جميل. طيب هو يحلل، هو بيقول هو عايز يحلل ويعرف يعمل هو ايه؟ هو عارف ان عنده ملوحه، واضح ان هو بيقول لك بتزرع الارض مش محتاج يحلل خلاص ومأثره على الذره، هو عنده ملوحه والملوحه جايه من الصرف سيء. هو في مشكله صرف لازم نشوف، يعني طبعا هو مشكله الصرف دي قابلت فلاحين كتير طبعا. الحكومه عامله مشاريع صرف على مستوى الجمهوريه، لكن بعض الفلاحين للاسف ردموا الحاجات بتاع الصرف دي، هم كانوا فاهمين ان دي ملهاش لازمه. يعني انا انت عامل لي بياره في قلب الارض واخده مساحه وليكن ايه ده يا عم، لا اردمها ده ملهاش لازمه
مع الوقت عرفوا اهميتها. ويعني وبعض الفلاحين بيعملوا صرف دلوقتي على حسابهم لان عرفوا ان دي هي اللي هتفوق الارض، هي اللي هتقلل الملوحه اللي فيها، هتفوق الزرع معاه. فهي لازم يحسن الصرف عنده عشان يقلل مشكله الملوحه. جميل. طيب استاذ عبد المعطي كان بيسال عن الريات يروي ازاي سريعا، يروي ازاي امتى النسبه؟ احنا قلنا الذره او الريه بعد 15 بعد 20 يوم. بعد كده بيروي من 10 ل 12 يوم على الحامي ما يغرقش، ولا وعلى حسب بقى درجات الحراره 10 ايام 12 اسبوع على حسب الجو. وعلى الحامي ما يغرقش. انا عايز الارض توصل يعني للخط للدرر بالنشا، ما تبقاش الميه تغطي الخط عشان ده ما يعملش على ما يساعدش على عفان الجذور وياثر على الدرر. وقبل الحصاد ب 15 بثلاث اسابيع بيمنع الميه على اساس الحبوب تجف وما يبقاش رطوبتها عاليه. جميل. انت نورتنا وشرفتنا النهارده، حضرتك رديت على كثير من الاستفسارات الهامه جدا على الهواء مباشره. بشكرك دكتور محمد عبد العزيز عبد النبي، باحث بقسم بحوث الذره الشاميه بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه. نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا للمشاهدين. شكرا يا فندم، والشكر موصول لحضراتكم. اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم النهارده من حديثنا عن الذره الشاميه، واتمنى نكون ردينا على استفساراتكم بالشكل الوافي من خلال المداخلات الهاتفيه. بكره ان شاء الله يكون معكم زميلي استاذ طه اليوسفي، واشوفكم الاسبوع القادم على خير. دايما في امان وخير وسلام. وسلام.